اهلا وسهلا فيكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. فيديو اليوم راح يكون مقارنه بين وجبتين اتوقع من الوجبات الاساسيه والرئيسيه في ماك وفي البيك. الوجبه الاولى راح تكون من البيك اللي هي بيج بيك، والوجبه الثانيه راح تكون بيج ماك. فاليوم باذن الله بروح اول شيء ماك اخذ منه الوجبه بيج ماك، وبعد كذا اروح البيك. في الله توكلنا على الله. بس قبل ما نبدا الفيديو اليوم، اللي ما اشتركوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات وحطوا لايك للفيديو هذا وشير. ويلا انا مش متاكده اذا البيك يسوي وجبات ولا لا. اللي اعرف انه عنده بيج بيك، بس هل فيها وجبه بطاطس ومشروب وكذا؟ مش متاكده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اي بغيت واحد بيج ماك. بيج ماك لحم ولا دجاج؟ لا دجاج. ايوه بيج ماك. ها ايوه الله يعافيك شكرا. فيلا خلونا نتوجه على البيك ناخذ بيج بيك ونروح البيت بسرعه نجربها. كنت ناوي اجربها في السياره معاكم، بس درجه الحراره اليوم مره مرتفعه، فالافضل نروح البيت. توني وصلت البيك. السلام عليكم. هنا الطلب؟ اقدر اطلب اي شيء ولا وجبات معينه؟ اي شيء تقدر تاكل هنا. هذا مسار سهل، ربيع سهل، سنجل ورقه دجاج مسار سهل. جبت الوجبتين، الوجبة الأولى بيج بيك والوجبة الثانية بيج ماك زي ما شفتوا. هذه خلاخذها لكم واحدة واحدة وريكم إيش جا معها. هذه سعرها 13 ريال. قلت للموظف هي تجي وجبة يعني معها مشروب بارد، معها بطاطس، أي صوصات؟ قال لي لا، ما يجي معها ولا شيء، بس يجي داخلها كل شيء، يعني ما راح تحتاجين أي شيء جانبي. فأخذتها، سعرها زي ما قلت لكم 13 ريال. شوفوها صراحة ما شاء الله، أحسها من جد مرة حلوة وتكفي، يعني تغنيكم عن إنه يكون عندكم بطاطس أو أشياء ثانية. طبعاً أخذت السفن أب هذا على جنب. السفن أب مع هذه سعرهم كلهم 16 ريال، 13 و3 ريال، يعني الوجبة هذه ب 16 ريال. هذه الوجبة اللي من الماك بيج ماك أخذتها ب 26 ريال. جاء معها الكيس هذا، شوف إيش داخله. أول شيء بيبسي، تيشو، كاتشب، والبرجر، وجاء معها بعد زي ما شفتوا بيبسي كبير. تمام، خلونا نبدأ نفتح كل واحدة على جنب. أول شيء هذه مبدئيا شكلها مش كثير زي ما انتم شايفين يحمس. بسم الله. أول شيء طبقة الخبز، هذه خبز حلو يعني أحسه حلو فريش، مو مرة ما ذقته بس أحس مبدئيا حلو. في هذه دجاج، اللي ما أدري والله هو دجاج ولا هو إيش بالضبط. وفي شريحة خبز أو نفس فكرة البرجر. وفيه بعد هذه طبقة ثانية، وفي جبن، وفي شوية خس زي ما انتم شايفين. هذا شكلها. عارفين الفترة الأخيرة صار فيه جبن شبيه جبن، قشطة شبيه قشطة، نفسي يسوون إذا هذا دجاج أو شبيه دجاج، لأنه في أنواع دجاج خليني أوريكم أحسه ما كأنه دجاج. أتمنى أتوقع أنكم عارفين قصدي، تحسونه كأنه شيء مفروم حاجة مش دجاج. وشكلها كذا صايرة مرة ناشفة، وأحس ما فيها صوصات كثيرة وصايرة شوية ما تحمس. بس خلونا نشوف الوجبة هنا. هذه ما شاء الله ما يحتاج، شكلها أصلا ثقيلة تبارك الرحمن، ما في مقارنة لا في السعر ولا في الشكل. بس باقي نذوقها. شوفوا ما شاء الله كمية الجبن كبيرة، وصاير الجبن ما شاء الله سايح من برا. الخبز شكله مرة حلو. تمام، هذه الطبقة الأولى الخبز، بعدها يجي جبنة كمية كبيرة من الجبن، بعدها الدجاج. دجاج ما شاء الله تبارك الرحمن مرة يحمس. خلي أقربها لكم تشوفونها أكثر. شوفوها كمية الدجاج كبيرة. بعدها في طبقة ملفوف وخس وخيار،
خلوني اوريكم بس اللي اقصده من نوعيه انه دجاج او شبيه دجاج، احس لازم يفرضون عليهم هالشيء. شوفوا شو شكل الدجاج، دجاج حقيقي كانكم اخذتوا صدر دجاج تبلتوه وقليتوه. اما الدجاج هنا تحسون انه للاسف ما كانه دجاج، كانه شيء ما ادري شو هو. فيلا خلونا ناكله ونقيم الوجبه، مع اني احس واضح من الحين من قبل ما اكل بعد. بسم الله شلون بذوب هذي ما شاء الله. بسم الله طعمها مره لذيذ، طعمها جنن مره حلوه صراحه. سبق وطلبتها طعمها مره حلوه. فيها ميكس غريب، حاطين فيها سلطة الملفوف، ما أعطي طعم كذا غريب حالي، تحسونكم تاكلون بعدين تحسون شوية حلاوة لذيذة، طعمها مرة يجنن. نوعية الخبز اللي في الساندوتش هذا أنا أشوفه أفضل خبز عند البيك صراحة، جربت أكثر من خبز عندهم كله يكون نفس فكرة خماير أو يتفتت بسرعة، على هذا الخبز نوعيته تجنن. والفترة الأخيرة صراحة صارت هذه وجبتي الرئيسية، بس جاني فضول إنه ليه ما اجرب معاها بيج ماك كذا، اجربهم مع بعض احطهم مقارنه مع بعض، بس ما ادري احس ان المقارنه خلاص. يلا خلونا بسم الله نذوقها مع بعض. صراحه حرام ان هذه الوجبه ب 26 وهذه ب 13 مع المشروب سعرها ب 16، يعني هذه 16 ريال وهذه 26، حرام ما في مقارنه. احسها كثير لذيذه ومغذيه. هذا زي ما قلت لكم الدجاج ابدا ما يبرد القلب، هذا الدجاج احس انه من أسوأ الدجاج اللي في ماك. عندهم الجراند تشيكن طعم الدجاج يجنن، نفس فكره الدجاج اللي موجود هنا. فنوعيه الدجاج هذا صراحه بالنسبه لي ما افضلها، يمكن غيري يحس انه اوكي حلوه بس لا انا بالنسبه لي لا. انتوا اذا سمعتوا وجبه انها مثلا بيج البيك بيج ماك ايش تحسون؟ تحسون كذا انها تكون وجبه مره كبيره ما شاء الله تبارك الرحمن ما تقدرون تشيلونها. اما بيج ماك تجون على وجبه زي كذا احسها بالنسبه لي شويه مخيبه للامال، المفروض تكون اكبر وجبه عندهم لانها بيج، عرفتوا؟ بس لا للاسف. اما البيك احسهم قلدوهم وتفوقوا عليهم صراحه، الوجبه تجنن، انصح الكل يجربها مره لذيذه. الحين تقييم الوجبه عموما، هذه الوجبه سعرها قلت لكم 13 ريال، هي وجبه هي في نفسها وجبه يعني ما تحتاجون شيء ثاني معها، ومع الكولا صارت 16. السعر بالنسبه لي مره حلو مناسب جدا حلوة بالنسبة لي أنا، هذه باكلها على دفعتين ما بقدر أكملها ثقيلة. جربتها قبل كذا كنت مثلا نص أتغدى ونص الثاني أتعشى أو بعد المغرب أرجع أكل، لأنها مرة كبيرة ما شاء الله. سعرها 26 ريال بالنسبة لي السعر مرة مبالغ فيه، يعني لو أخذت ميديم ممكن تكون 24، صغيرة ممكن تكون 22، ما أحس إنها تستاهل. جاي معاها أوكي بيبسي كولا، جاي معاها بطاطس، بس لا صراحة كسعر ومذاق يفوز عندي البيك. وبالنسبة لي البيك راح أطلبها مرة مرتين ثلاث، بيج ماك مستحيل أرجع أطلبها مرة ثانية. وبس والله هذا كان التقييم، إن شاء الله يا ربي عجبكم. لا تنسون حطوا لايك واشتركوا في القناة، اكتبوا لي تحت إيش حابين تغطيات أو تجارب أو تحديات نسويها مع بعض. أحبكم، أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.